وللأسف قدمت بعض الدول الغربية غطاء سياسيا بالذات مع بداية العدوان لكي تمارس إسرائيل هذا الإجرام في قطاع غزة، واليوم يقف حتى أقرب أصدقائها عاجزا عن لجمها. إن النكبة التاريخية لم تمحو الفلسطينيين من الوجود، لم تخرجهم من الجغرافيا، ولم تشطبهم من التاريخ، فأبناء أبنائهم هم من يمارسون هذا الصمود الأسطوري اليوم على أرضهم في قطاع غزة وكافة ربوع فلسطين.